عثمان عبد الله السحر ديد عاداني وزيرك وزارة ورفافين تيه سومالي لان وقيبا كمي دا ورفذيه نادا كلها دايي حرونتا وزارة داسي كلها دا هاي مقالة دا هرقيسا وحاو الشاقين مدحويناها سومالي لان احمد محمد محمود سيلايو ابا راح دالكا كتشرا وقيد هكاد قليي حوسكا سند قورا دا سيديا دي توبان كمي او اهمالين سيوي لوغا حسد ديگا نادا سومالي لان تاسو وكوب بيغن مركي حرية دا دي بولا صولاباتي سومالي لان نساقال بغول كوبية ساقاشنكي سيديد يتوبان كيمي وحن وزيركو شاقين خرشات كي فراه بادنا اي حكومة دا كيب دي حجري حوز كاسي لوغو قرمان دونا داد كاباروه سامين تاكويا شين تبالدقي يتين مي وحاو مدحوناها جمهورية دي سومالي لان مدنان احمد محمد محمود سيلانيو قوامي ان يتين مي تبالدقي دي يبخان بخي أنو سند ول بس مين كني شني لاتن كيسنا ولا صور عافي إن أنو سند كان سيد ودين إن قرن كجمهورية الصومالي الآن هدي طولة هاي لعكتي لو دبل دي كشري إن لو بدلو قرمد أوارها فحكروا له قامي هدي طولة هاي هي هدي دقمت هاي يا هذا الجبل تاعي، يا هذا عاصمة تاعي، ومدة جمهورية الصومال يعني هذا قرب شوقة تاعي ملك استعي شوقة، أنا سنة كان كنت قديش أسكت قديكان، وعي ساعة ذك، عي وقف كيران، سيدا إنه قرب كعب عرح، هو غيب قادر إنه، وواح كسته، وده بلد جاسة، إنه بدلنه قاران أورين. أنو تتكينا أباره كب محاكم هذا صبرك عاي يا أباره سامية أنو محاكم هذا اللو ذاكم أنك كل وزير كوزارة دوار فافينتو وحو جواب ذا كب بحيي هذا اللوان حكومة دوقي مثل قامية حس بقى معارض كاي وضني حرسي علي حاجة حسوسا دونا وحاكم ذا حرسي فضيت فاهم بضن ku takrifal xaqjirnimo chaawareer inqilaab charis ka hor aniga waxaan ku darsaday iyo xayinimo horta xirsi waa ninka taa waxa ka sii daran isagoo xirsi inqilaabkii ka fashilmay كدكتي نوها كي غالين شبنتي سي حق سياسات سلامر كانوا قدومي حسب كل مية مشاهد موسى بوح عبدي كل عيبي كسي كريس الدوكس سياسات ده ابن حوين أحمد محمد محمود سيلاني وها كل واحد حس شاري إنها واسد وهذا الكلام ده جاي موسى ويلي أدوك باور كي كوشا قيسان وي ان كتي وك قلين جبي لكن انا وحن هلي ميل كلي من غرانسا يا ميل كلي وان معلم كه كا احي اي معلم كا هي بي ايان هلي هذو فهمتي هذو حرس حرس معلم ونقضي كادرينته هي مشرحه حسبك ودني عبد الرحمن عرهو waxa muuqata inuu helay meel dhaleen ah xisbiga kulmiyana waa meel qoodh ku badan tahay xisbigu waa ogaa xirseeba garanaysa iyo inay ciro iyo kooxda kula socota ee maalin walba intay TV-yada soo taagaan leh dagaal baan u ridi doonaa oo kii ugu dambeeyay wasiirka cadaaladda 5 sanoood ah Xuseen Axmed Caydiid dagaal baa dhici doona aad leedihiin xirsi oo dadku ka fujigsan yihiin waana yaqaaniin waxa tahay asan ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdillaahi Saxaadiid Cadaani waxa uu jawaabada ka bixiyay saldhig ciidan oo dawladda Soomaaliya sheegtay inay ka sameysay doonto magaalada Buuhoole waxaanu ganafka ku dhuftay ee Soomaaliya iyo Soomaalna waa siyaani ciidankii Afrika ugu xoog weynaa
محمد سياد بره ومدحه وجامينه سومالي مركو جامينه سومالي لان لا دقالنتي وحنا جوان أو بلن قاضة إن عنا حدودها جمهورية سومالي لان عدنا وقد بفر سنين أيضا رجع صار كرجع ودوي شو كانوا ينولي ندم فانتي نبض كتالي أنا لان هاي hakinta ay xukuumadu joojisay xafladihii iyo fantasiyihii loo sameeyay jiray xuska 18 kii May ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee xukuumadan uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ay ku dhawaaqaan hakintiisa waa Idris Cabdiilaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa